أتقدم إليكم أيها السادة بخالص اعتذاري عما سيخرج مني من كلمات قد تخدش إحساسكم ومشاعركم، فأنا لدي بعض الأسئلة بالنيابة عن الأجيال الجديدة، بل 1000 سؤال وسؤال نود أن نطرحها ولكنها بلا أجوبة. هكذا استهل أصغر رؤساء القارة الإفريقية خطابه الذي اعتبر خطابا تاريخيا، وبحضور زعماء القارة السمراء وبوجود الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الرجل الذي بات اسمه يتصدر عالم السياسة. وإذا أردت أن تعرف ما الذي يجري في قارة إفريقيا وأسبابه وكيف خطفت أنظار العالم وباتت حديث الساعة، إليك الخطاب الذي سيغير التاريخ وكل شيء في القارة السمراء، الخطاب الذي تلاه أصغر رئيس في القارة وأكبرهم في التحدي والشجاعة والعزم والإصرار على مجابهة الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية، خطاب دق ناقوس الخطر في العالم أجمع. في الفترة الأخيرة استطاع رئيس أفريقي شاب في ربيعه 35 اسمه إبراهيم تراوري أن يخطف الأنظار على الساحة الدولية، رغم أنه يقود دولة تعد من أفقر دول العالم وهي بوركينا فاسو. لمع نجم إبراهيم تحديدا بعد خطابه الذي وصف بالتاريخي في القمة الروسية الأفريقية، وهو الخطاب الذي دارت الأخبار حوله ولفت الأنظار إليه في ظل شعبية تنامت بعد إقدامه على طرد فرنسا من البلاد. استقبل العديد من المتابعين في أفريقيا والعالم الثالث أخبار إبراهيم تراوري ومقاطعه بتفاؤل، باعتباره يجسد جيلا جديدا من الشباب الأفارقة المتمردين والطامحين بجرأة لرسم مستقبل مغاير لبلادهم عن الماضي الأليم. لكن في الوقت نفسه حذر آخرون من أن العسكري الشاب هو مجرد قائد انقلاب عسكري مثله مثل كل هؤلاء الانقلابيين الذين استولوا على حكم القارة في القرن الماضي ورسخوا الاستبداد والفساد فيها رغم وعودهم البراقة. لذلك جئنا اليوم لنبحث في دفاتر هذا القائد الجديد، فما قصته؟ وعلى ماذا يرتكز مشروعه السياسي؟ وهل يشكل طفرة حقيقية في الحكم في أفريقيا، أم أنه كغيره ممن سبقوه وصل إلى الحكم بدبابة ولن يتركه إلا بدبابة أقوى كما هي عادة انتقال السلطة في القارة السمراء؟ شكل يوم 30 سبتمبر أيلول 2022 يوما استثنائيا في تاريخ بوركينا فاسو، وذلك حينما قام إبراهيم تراوري الذي لم يكن يحمل سوى رتبة نقيب بانقلاب خاطف ناجح، وهو الثامن في تاريخ البلاد والثاني في أقل من 9 أشهر. ورغم الوضع الصعب وغير المستقر، نقلت أغلب وسائل الإعلام العالمية أن التفاؤل والمساندة يسودان الشارع في بوركينا فاسو تجاه هذا القائد الجديد، كما وصفت وسائل الإعلام الفرنسية إبراهيم منذ الأيام الأولى لانقلابه بالرجل القوي. يتمتع إبراهيم في رأي البعض بكاريزما واضحة، ومن ثم فقد بدأت شعبيته في الصعود منذ اليوم الأول لظهوره. لكن ليست وحدها الكاريزما المختلفة التي جعلت انقلاب إبراهيم يبدو مختلفا في نظر البعض عن باقي الانقلابات العسكرية المعتادة في أفريقيا، فللقصة جوانب أخرى عميقة لا يمكن اختصارها في خطاب شجاع وصورة بملامح حادة. كانت بوركينا فاسو أكثر دول الساحل الإفريقي معاناة بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا، حيث تفاقمت الأزمة الاقتصادية في البلد الفقير وارتفعت أسعار السلع الأساسية لمستويات قياسية. على الجانب الآخر كانت القوات الفرنسية رازحة في البلاد، حيث فشلت على مدار السنوات السابقة في القضاء على الجماعات المسلحة التي تسببت هجماتها في نزوح الملايين، وقد وصلت مشاعر الكراهية تجاه باريس داخل بوركينا فاسو إلى ذروتها مع هذا الفشل العسكري.
على الجانب الآخر كانت القوات الفرنسية رازحة في البلاد وفشلت في القضاء على الجماعات المسلحة التي تسببت هجماتها في نزوح الملايين، وقد وصلت مشاعر الكراهية تجاه باريس داخل بوركينا فاسو إلى ذروتها. فقد شكلت فرنسا في نظر شعب بوركينا فاسو مجرد دولة استعمارية استغلت إفريقيا لعقود طويلة مع محافظتها على نفوذها داخل القارة رغم انسحابها العسكري منها بعيد سنوات الاستعمار، بل انتشرت في بوركينا فاسو نظريات تقول إن فرنسا هي أصلاً من تصنع الإرهاب وتدعمه في الساحل كي تحافظ على نفوذها هناك. استشرى الفشل الفرنسي في الوقت نفسه الذي كانت تدير فيه روسيا حملة إعلامية شديدة النجاح في بوركينا فاسو ضد باريس، واستطاع إبراهيم أن يكسب الشارع من اليوم الأول لانقلابه وفق ما يظهر من أخبار متتالية. كما أن شعبية إبراهيم التي بناها خلال الفترة الوجيزة التي حكم فيها حتى الآن لم تعد تقتصر على حدود بوركينا فاسو، لكنها توسعت عالمياً. ورغم شعبيته الكبيرة لم يتمكن إبراهيم حتى الآن من اتخاذ خطوات تغير حياة المواطن في بوركينا فاسو بشكل ملموس، لكنه يمتلك فرصة سانحة. فهل يستطيع أن يحفر اسمه ضمن الثوار والقادة الأفارقة الكبار الذين مروا مروراً مختلفاً عن كلاسيكيات الدكتاتوريات التابعة للغرب؟ فهل حقاً سيتخلى عن السلطة لإعادة المسار الديمقراطي أم سيمضي في طريق الإنقلابيين المعتاد؟ أما الإجابة على هذه الأسئلة فتحتاج الكثير من العوامل، بدءاً من وضع خطة اقتصادية متماسكة والتسلح بكل هذا وأكثر لمواجهة الضغط الغربي الصعب الذي تتزعمه فرنسا، والتي لم تقبل بسهولة الانسحاب بخفي حنين من مناطق كانت حتى الأمس القريب تسبح باسمها وتمنحها ثرواتها طوعا وكرها.